اطفال يا جدعان، في اطفال، في اطفال مدارس، في اطفال يا استاذ. احنا امام مخطط خطير على مصر، لازم كلنا بدل ما نتكلم في الاسعار، الاسعار غاليه ايوه، لكن لازم نقف كلنا وقفه واحده عشان ما نمكنش اي حد منا. انا فخوره بالرئيس انور السادات، زي الشعب المصري فخور بيه وفخور بجنودنا، جنود اللي حاربوا واللي انتصروا، وربنا يحميهم هم اليوم النهارده، هم اللي بيحمونا، هم اللي بيضحكوا في سينا وشبابنا بيموت عشان احنا نعيش. فخلينا كلنا واقفين ورا جيشنا وورا شرفتنا، اولاد كل الجنود، اولاد هم بيفعلا بيكملوا المشوار. سينا ملك بالارهاب، وهم الحقيقه بيضحكوا، انا قلت بيضحكوا، وكل يوم بنشوف شهداء شباب بيروح علشان خاطر احنا نبقى مهمنين ونعيش. ربنا يحمي الجيش ويقويه اكتر. طول ما احنا متحدين، طول ما احنا ايد واحده، شوف المشاريع اللي بتتعمل، شوف الحاجات اللي بتتعمل، كل ده هيبان لنا في ظرف سنه ونص، من سنه ونص هنشوف كل نتيجه هذه المشاريع.